في حادثة غريبة، الشرطة الأمريكية تلقي القبض على مدرسة أقامت علاقة مع طفل يبلغ من العمر 11 عاماً يدرس في صفها قبل 3 أشهر من حفل زفافها. صحيفة نيويورك بوست قالت إن الحادثة وقعت في ولاية ويسكنسن، وإن الشابة ماديسون بيرغمان البالغة من العمر 24 عاماً كانت تتواصل مع الصبي عبر رسائل نصية تناقش فيها لقاءات متعددة داخل الفصل الدراسي أثناء الغداء أو بعد المدرسة، وتتحدث فيها معه حول العلاقة التي أقامتها معه. وخلال محاكمتها اعترفت ماديسون بأنها حصلت على رقم هاتف الصبي من والدته عندما دعتها الأسرة لقضاء عطلة الشتاء معهم. المحكمة وجهت لماديسون تهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال من الدرجة الأولى، وتم وضعها منذ ذلك الحين في إجازة إدارية، ومنعت من الاتصال بأي طلاب أو أولياء أمور أو موظفين في المنطقة. كما قام خطيبها بإيقاف حفل الزفاف، إلا أن المحكمة أطلقت سراحها لاحقاً بكفالة 25,000 دولار أمريكي.